مرحبا بكل متابعي قناتي قناة أمال كيدز. سعيدة جدا لبث هذا الفيديو القصير اللي باش يكون ديديكاس لبرشا ناس اللي خلوني نستمتع في تأطير الأطفال وتكوينهم في مجال الأنشطة الموسيقية. أخص بالذكر أستاذي الفاضل الدكتور رضا بن منصور المختص في موسيقى الطفل كونسيرفاتوار أمل اللي أعطتني ثقتها الكل باش وصلت للمرحلة المتواضعة هذه. Je félicite énormément et je remercie M. Philippe Casemar, créateur du tout petit conservatoire Paris. De même, Blackwell Durmesil, le créateur de l'Académie des petits musiciens IT. Allez, je clique sur le financier. Le financier, je vous remercie. Remerciement, Hedea. Oui, fais-moi un rat et un remerciement. Vu qu'on a partagé beaucoup de support musical. وتعاوننا وتبدلنا الافكار والميثود البيداغوجيك. من غير ما ننسى فضل انسات ومديرات رياض الاطفال اللي وفروا كل وسائل البيداغوجيه والتربويه لانجاح فقره حصه النشاط الموسيقي باش الصغيرات هذوكم ينجموا يطبقوا الموسيقى في رياض الاطفال. اخص بالذكر ايضا انستي سعديه مديره روضه الاشراق، أنيستي هاجر مديرة روضة الأبرار، وأنيستي إيناس مديرة روضة النخبة. وتستنوا مني مقتطفات من الفيديو اللي باش يكونوا لهم فايدة كبيرة على صغيراتنا في رياض الأطفال.